تستعد عواصم المحافظات بعد يومين للاحتفال بالذكرى 11 لانطلاق ثورة 11 من فبراير في العام 2011. ومن المقرر أن تشهد مدينتا تعز ومأرب فعاليات خطابية وفنية مركزية ابتهاجا بالثورة التي كان من أبرز مكاسبها مخرجات الحوار الوطني التي تمثل وثيقة سياسية لكل اليمنيين. ويقول الثوار إن ثورة فبراير تمثل امتدادا لثورتي سبتمبر وأكتوبر بصورة أوسع وأبسط، وهي ملك لكل من يؤمن بالجمهورية والتبادل السلمي للسلطة. وأكد ثوار فبراير أن الواجب الوطني يقتضي أن يلتقط الصف الجمهوري كله بدون استثناء الفرصة لصناعة النصر من تلك اللحظة الجامعة التي جمعت كل اليمنيين. نعود إلى الاستعدادات للاحتفال بثورة فبراير في تعز، وينضم إلينا من جديد مدير مكتب الشباب والرياضة في تعز أيمن المخلفي. سيد أيمن، أهلا وسهلا بك. إذا كنت تحدثنا عن تفاصيل الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 11 لثورة 11 من فبراير. أهلا وسهلا ومساءكم خير وجميع السادة المشاهدين. فبراير مجيد وكل عام وانتم بخير. الاستعدادات تسير على قدم وساق بشكل كبير في محافظه تعز تحت عاصمه الثوره. هناك استعدادات رسميه وشعبيه. الاستعدادات الرسميه من قبل السلطه المحليه في تجهيز مهرجان وكرمطان لايقاد شعله فبراير مساء يوم غد الخميس، وايضا سيكون هناك يوم السبت كرمطان جماهيري شعبي من كل مديريات الجمهورية، وهنا ندعو جميع شرائح المجتمع للمشاركة في هذا الكرنفال تحت شعار يمن جمهوري، وتحت شعار أيضا توحيد الصف الجمهوري في مواجهة الانقلاب. أيضا هناك سيكون احتفالات من مكونات الثورة من مختلف المكونات في فعاليات مختلفة متمثلة من ندوات سياسية، وأيضا مهرجانات وكرنفالات ومهرجانات تنمية وخطابية العديد من المكونات، ابرزها تيار فبراير الوطني والمنسقيه العليا للثوره ومجلس شباب الثوره. الاستعدادات كبيره في محافظه تعز. كون محافظه تعز هذه الاستعدادات وهذه الفعاليات ستؤكد ان زخم الثوره ما زال مستمر، وما زال ثوار فبراير متمسكون باهداف فبراير. قد تتغير الوسائل لكن الاهداف ما زالت هي الاهداف، ومتمسكون فيها حتى استكمال الاهداف. قد تتغير الوسائل لكن الاهداف والثوابت ما زالت متمسكون بها جميع ثوار فبراير. سيد أيمن، حدثنا اكثر عن ابرز مظاهر الاحتفال هذا العام والانشطه التي ستكون مصاحبه للاحتفالات. كما اسلفت ان هناك انشطه وبرامج وفعاليات شعبيه ورسميه. الفعاليات الرسميه ستمثل في ايقاد الشعله ومهرجان ايقاد الشعله، وايضا المهرجان الشبابي والكرنفالي والجماهيري، والذي ستشارك فيه جميع النقابات والمديريات وشرائح المجتمع، والذي سيكون يوم السبت 12 فبراير. ايضا هناك فعاليات فنيه وخطابيه بالاضافه الى ندوات سياسيه، وكذلك انشطه رياضيه احتفاء بعيد الثوره 11 فبراير. ايضا سيكون في مختلف المديريات، في مديريه المدينه ومديريه الريف سيكون هناك احتفالات. هذه الاحتفالات جميعها تحت شعار توحيد الصف الجمهوري في مواجهه الانقلابيين اليمنيين. هذه ابرز الاستعدادات التي تم خلال الايام السابقه وستتم خلال الايام القادمه. نعم، وصلت الصوره مدير مكتب الشباب والرياضه بتعز ايمن المخلافي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.